صباح الخير اعزائي المشاهدين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتونا طبعا زي كل مره من الاسبوع اللي فات. ازيك يا ندى، ازيك يا رضوى؟ عامله ايه؟ عاملة ايه؟ صباح طريق الفل النهارده كان عليكي. عامل ايه معاكي؟ حلو. ندى مرة اول مره تيجي بصعوبات. النهارده متاخره. معلش بس بادئين الحلقة سوا اهو. صباح الفل عليكم. ان شاء الله الحلقة النهاردة تكون كويسة جدا مع ندى وهدى في برنامج حكاوينا بالمصري. بس تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف، نرحب بالدكتور ونشوف هيقول لنا ايه. كون معانا. النهارده حلقتنا مميزة شوية، النهارده حلقتنا كلنا تقريبا محتاجينها، محتاجين دكتور عظام، محتاجين نعرف كل حاجة، محتاجين ازاي ناخد بالنا من اطفالنا من هم صغيرين شوية، ايه اللي حاجات المفروض نعملها، ايه اللي المفروض ما نعملهاش، لما نكبر شوية ايه اللي هيحصل، هشاشة العظام ومشاكلها، كل ده هنتعرف عليه مع دكتور احمد الهادي، دكتور استشاري عظام واصابات الملاعب ودكتوراه في جامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتور، صباح الخير يا ازاي فندم. صباح حضرتك؟ الخير يا نادر. صباح صباح الخير يا فندم، الفل. ازيكم؟ الحمد تمام لله الحمد لله. صباح الخير للساده المشاهدين جميعا. النهارده كان طبعا انا بتكلم في العظام عامه كلها. تمام. انا المفروض ان انا تخصصي اصابات الملاعب، بس فكرت النهارده اجي اتكلم عن معاكم، اتكلم عن بناء العظام عامه من اول ما يبقى بيبي في بطن مامته لغايه ما يبقى كهل. لو ابتدينا في الاول ايه ازاي بنبني العظام بالنسبه للستات الحوامل، الست الحامل لازم تاخد كفايتها من الكالسيوم والفيتامين دي. بنبتدي ازاي في الاول؟ اول حاجه البيبي وهو في الرحم بتبدا العظام تتكون عند الشهر الثالث للرابع، وده بيبان من السونار. طول العظام في الرحم بيتكون، لازم تبقى بنقدر نعرف منه مدى بلوغ البيبي للشهر اللي بعده لغاية ما يتكون كاملة. وده طبعا لو نسبة العظام اللي موجودة في الأم مش مظبوطة هتبقى برضو في نسبة البيبي مش مظبوطة. طبعا كتر الحمل والولادة كتير بتقلل دايما في نسبة الكالسيوم اللي مع الأم، فدايما لازم تاخد معاها مكملات غذائيه. الاحسن طبعا انها تاخد حاجات طبيعيه زي الالبان ومنتجاته كلها، من زبادي، من جبن، من خضروات، من فواكه، الحاجات دي فيها كلها نسب كويسه من الكالسيوم. بالنسبه للفيتامين د، الفيتامين د بيتكون عن طريق الجلد، وده لما نزود تعرضنا للشمس الفيتامين د ده بيبقى اكتف، فيبتدي يزود امتصاص الكالسيوم، فيروح للعظم فيزود تكوين العظام بالنسبه للبيبي او بالنسبه للام. معنى كده انه اتفضل. يعني احنا نبدأ نقول كده من البداية ان الام اللي هي بتحمل كتير وتولد كتير نسبة الكالسيوم عندها ممكن تقل، فبتأثر على البيبي. بالظبط كده. فمن هنا نقدر نقول بقى ان البيبي ده عنده نقص كالسيوم، بقى هيواجه صعوبات بعد بعد كده. كده. صح كده. تمام. طيب وبرضو معنى كده ان العامل الاساسي في تكوين صح عظام البيبي الام. بالظبط. يعني لو هي لو الام ما خدتش صحيحه بالها نفس يبقى ما لو ما خدتش بالها من نفسها واخدت بالها من اكلها ومن شربها ومن تعرضها للعوامل الجويه كلها اللي حوالينا، زي مثلا الدخان، زي البوليوشن اللي هو التلوث الزياده، زي ان هي ما تمارسش الرياضه، زي كل الحاجات دي بتقلل من الكالسيوم اللي موجود في العظام. تمام. طيب دوت لما يكون بيبي ولسه في الرحم، لما هيتولد بالظبط. خلاص احنا البيبي بقى قدامنا، المفروض بنعتني بيه ايه؟ اولا اهم حاجه في اول ما يتولد الرضاعه الطبيعيه، دي نمبر 1. الرضاعه الطبيعيه ان البيبي يرضع من الام، ده بياخد معظم نسبه الكالسيوم اللي هو محتاجها، اللي هي حوالي من 1200 ل 1500 مايكرو جرام في اليوم. كويس. تاني حاجه ان يتعرض، نقدر نحاول نعرضه على للشمس على قد ما نقدر،
علشان يزود نسبه حدوث الفيتامين دي يبقى اكتف، فيقدر يمتص كالسيوم اكتر فعظامه تتكون احسن. طيب هو في بيبقى مثلا ام مش بمزاجها الرضاعه الطبيعيه بتتقطع عنها مثلا عن 6 شهور 8 شهور، فبتكمل بعد كده رضاعه صناعي، او البيبي من البدايه رافض الرضاعه الطبيعيه، ممكن طبعا. فده عشان كده ده احسن له انك برضه تعوديه على اللبن حتى لو لبن صناعي، بس تعرضيه اكتر لشمس، تحاولي تعملي ميجرز اكتر من ناحية تانية. طيب عندي سؤال بالنسبه للشمس، في بعض الاشخاص حتى في البيبي الشمس لو تعرض ليها بتجيب له حساسيه، صح مظبوط، فده بيفضل معاه لغايه لما بيكبر، حتى لما بيعدي سن ال20 وال23 وهكذا، وات ايفر، الشمس مجرد في اي وقت، ظهر، الصبح، العصر، مجرد ما هي بتيجي على الجلد بتعرض له الحساسيه، ويعني بتبقى معاناه جدا، يتعامل ازاي؟ هتقول لي انا اعوضه بحاجه فيتامين فيها فيتامين د او اوميجا 3 بقى؟ ممكن لا، اوميجا 3 حاجه وفيتامين د حاجه. تمام. ممكن طبعا نديله سبلمنت للفيتامين دي، وممكن نعرضه للالترا فايولت ريز زي بره في الدول اللي ما فيهاش اصلا شمس، بنعمل في حاجات حمامات فيها الترا فايولت ريز، وهي دي اللي بتاخد الالترا فايولت على الجلد وتخلي الفيتامين د يتحول الى فيتامين د اكتف، فكده انت وصلتي اكتر نسبه من الفيتامين د للجسم. طب هو ايه اللي بيوصله انه مش مستحمل درجه الشمس؟ لا دي حساسيه، دي بتبقى دي حساسيه جلد، دي حساسيه جلديه. حاجه اسمها فوتو سنسيتيفيتي، يعني الجلد البني ادم بيحصل له حساسيه من شعاع الشمس. دكتور، كان زي ما في حساسية شمس في حساسية قلبان. ايوه طبعا. انا اعرف حد مثلا عنده حساسية قلبان من هو صغير، اتمنى عنه قلبان، جبن، ما بقاش ياخد ساعتها، ما كانش بياخد فيتامينات جامدة، بدأ يكبر شوية، هو نفسه مش عايز ورافض القلبان برضو والجبن. خلي بالك ربنا خلق لنا الكالسيوم والفيتامين د وكل الحاجات، مش بس في القلبان، في حاجات كتيرة جدا. حضرتك قول لنا بقى، فلازم لازم انك انت مع الكلام ده، يعني لو انت عندك نقص في جزء لازم تعوضيه في جزء تاني. يعني مثلا زي زيت كبد الحوت، زي الفواكه، زي الخضروات، زي وسمكة القد، ايه نظامها معانا؟ برضو فيه. تمام. طيب بناخد كالسيوم وبناخد سبلمنتد فود علشان فيتامين د، طيب بس الفكرة ان انا حاسة ان مش مظبوطة، في خلل بقى بيحصل لي في العظام عندي، مثلا في ناس الريست عندها هنا بيطرقع. ما هي بصي ده ملوش دعوة بخلل في الكالسيوم او ما عندوش، اي ريست بيوجعك، عندك اوجاع عامة، الكلام ده كله ملوش دعوة بنسبة الكالسيوم ونسبة الفيتامين دي. بس دايما يقول لك طالما انت بتطرقع يبقى انت عندك نقص كالسيوم. لا الكلام ده مش صحيح. ده ايه اللي صحيح بقى؟ اللي صحيح ان الطرقعة او الاوجاع دي لها سبب ميكانيكال. يعني ايه؟ يعني يا اما حصل لين زيادة في الاوتار بتاعت الجسم فتزود نسبة الطرقعة. بالنسبة للاوجاع حاجات كتيرة جدا تعمل الاوجاع دي، كتيره جدا، اولها يعني بس فتيج، يعني عضلات البني ادم مش مجهزه للمجهود اللي هو بيعمله في الوقت الحالي. يعني ده في بعض الناس لما بتيجي بتمشي مثلا على الارض بتطرقع اكن في ازاز بيتكسر. ما فيش مشكله، كل ده ما دام ما فيش اوجاع ما نعتبروش مشكله، عادي يعني. عادي خالص. طيب دكتور، هو احنا البيبي قلنا هنعتني بيه لحد الرضاعه الطبيعيه، بالزبط. ولو ما فيش رضاعه طبيعيه لازم ياخد البان صناعيه، بس لازم ياخدها لوقت معين عشان يبقى البنايه كويس. الام بقى بعد الولاده المفروض لازم تعمل ايه؟ لازم طول ما هي في فتره الرضاعه لازم تاخد سبلمنت زياده من الالبان، وتقلل الحاجات اللي فيها زي ما قلت لك التدخين، تقلل الحاجات اللي فيها البيفرجز زي الصودا، كل انواع الصودا دي، الحاجات دي بتكسر جامد جدا وبتعمل وبتتحد مع الكالسيوم في الجسم، فما تخليش المعده تمتص الكالسيوم منها. تمام. معانا اتصال. الو 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 الو. ايوه يا ام زياد، ازيك؟ تمام. عليكم السلام، اتفضلي سؤالك. نخط فصل، عاوز الاتصال. مستنينك يا ام زياد تكلمينا تاني، اتفضلي يا دكتور.
فكل ما احنا نقلل الحاجات اللي بتعمل لنا مشاكل مع الكالسيوم كل ما يكون احسن. نمرة اتنين طبعا الناس اللي عندها اي امراض تزود نسبة تقلل نسبة الكالسيوم اللي موجودة في العظم. زي ايه؟ زي مثلا الامراض الكانسرز، زي الناس اللي عندها الغدة الدرقية، زي اللي عندها الغدة الفوق الدرقية زيادة في الانتاج بتاعها، زي الناس اللي عندها ضعف في امتصاص من الامعاء، زي الناس اللي فيهم نحالة زيادة. فكل الكلام ده لازم نظبطه مع بعد الولادة بالظبط. طيب خشونة الركبة يا دكتور، انت دخلتينا في حاجة تانية خالص كده، احنا هندخل في كل حاجة. خشونة الركبة مال. الشعب المصري كله، كل ست في كل بيت، او احيانا في الرجال بس المعظم تلاقيها جايه في الستات. خشونه الركبه هي ليه الاول معظم سيدات؟ ملهاش تفسير. لا مش عشان مثلا الولاده والحمل. لا خالص، الخشونه دي ده مرض تاني خالص. الخشونه ده عباره عن تاكل في الغضاريف بتاعه الركبه. التاكل ده بيجي نتيجه الوزن الزياده، نتيجه الاوفر اكتيفيتي يعني المجهود الزياده على الركبه، نتيجه كسور قديمه، نتيجه زياده الوزن برضو بتاثر على الركبه صح؟ اه طبعا بتاثر طبعا. زياده الوزن بتاثر على ايه تاني يا دكتور؟ بتاثر على الركبه، بتاثر على الظهر، بتاثر على القدم، بتاثر على الكاحل. اي حاجه عليها وزن هتاثر عليها. انا امتى اقول ان انا عندي خشونه؟ امتى اروح للدكتور؟ لما تبقى موجوعه. لما ابقى موجوعه بس. طب ايه المها؟ لا دي لا يعني ايه المها؟ يعني اعراضها. اعراضها هو الالم. اتصال معانا. الو. الو. ايوه يا ام زياد. الو. ايوه يا ام زياد سامعينك، اتفضلي. انا ام زياد، التليفون اتقطع معايا. لا تمام، اتفضلي معاكي. ممكن اتواصل مع الدكتور؟ اه اتفضلي سامعك. اتفضلي يا فندم. بصبح عليكم بس الاول. صباح الفل، اتفضلي. ممكن توطي صوت التلفزيون عشان تعرفي تسمعينا؟ حاضر تمام. بس انا يا دكتور لو سمحت، انا عندي ضهري برجليا. ايوه. الو. سامعك يا فندم. انا عندي ضهري يا دكتور برجليا، ما غلبت كشف ومش عارفه يعني اروح فين تاني الصراحه. ضهري من تحت برجليا بركبتي، والدكاتره بقى يقولوا لي، انا عندي اصلا دلوقتي انا عندي 20 سنه. ايوه. واللي يقول لي ده مش عارفه ايه في الفقرات وظروف، وانا بصراحه انا دلوقتي مش قادره امشي خالص. مش قادره تمشي بقالك قد ايه يا فندم؟ الخط قطع. ده عامل زي تشخيص عرق النسا برضه. طيب حاولي تكلمينا تاني يا ام زياد. صح؟ اه ممكن طبعا تشخيصها، بس يعني ما تقدريش تشخصي غير لما نكشف عليها ونشوف اشعتها ونشوف ايه اللي موجود عندها بالظبط. هي بتقول عندها 20 سنه. 20 سنه ممكن يجي لها عرق نسا؟ ينفع طبعا، واصغر من كده كمان والله. طب احنا لما يجي لنا خشونه نقول كويسه. طيب ايه عرق النسا ده يا دكتور؟ عرق النسا ده التهاب في العصب بتاع الفخذ من ورا. ده بيبقى نتيجه له اسباب كتير قوي. اول سبب اللي معروف طبعا للناس كلها ان يبقى في غضروف في الظهر. في اسباب تانية اكتر من كده بكتير. زي ان يحصل التهاب في عضله من العضلات اللي بيعدي فيها هذا العصب. فيؤدي الى الالتهاب ده. زي ساعات في ناس بتبقى المحفظه عندها كبيره. فبتحطها في جيبها من ورا، فساعات المحفظه دي تضغط على العصب تعمل نفس الاعراض. تمام. طيب دكتور، زي ما عرفنا عرق النسا، الهشاشه بقى بتيجي من ايه؟ يعني ايه اللي بيحصل في الركبه عشان بيحصل هشاشه؟ لا ملهاش، الهشاشه حاجه الهشاشه بتيجي في الجسم كله، في الجسم، في العظم كله. العظم كله بس بتهيالي في الاكتر بتبقى ركبه. لا الخشونه هي اللي ممكن تبقى اكتر في الركبه. الخشونه ايوه، بس الهشاشه دي حاجه تانية خالص. الهشاشه دي ده من ضمن الحديث بتاعنا على موضوع الكالسيوم طبعا الهشاشه دي من يعني هي نقص برضو الكالسيوم. نقص الكالسيوم مش نقص ماده معينه في الركبه مثلا؟ لا او في الظهر. وتعرض الصدى كتير برضو. اه طبعا. الهشاشه دي لها حاجات اوليه وحاجات ثانويه. الحاجات الاوليه اللي هو الطبيعيه، اللي هو الواحد بيكبر فوق ال50 سنه، نص
الستات بيجي لهم هشاشه 50% من قبل الخمسين ممكن بس هقول لك ليه ايه السبب برضه. وبالنسبه للرجاله 25% منهم بيجي لهم هشاشه فوق ال 50. اما هدول حقنا فوق ال 70 سنه او ال 75 سنه بتوصل لحد 80% من الستات والرجاله بيحصل لهم هشاشه. كويس. الهشاشه ايه سببها؟ ان بيحصل ان الجسم العضمنه ده بيتكون طول ما احنا عايشين في بيحصل حاجه اسمها ريمودلنج. يعني ايه؟ يعني انسجه بتموت وانسجه بتحيا مكانها. يعني مش العظم اللي حضرتك اتولدت بيه هو اللي بتكملي بيه حد اخر حياتك. اكيد طبعا. كويس. فبيجي بعد احنا بنفضل نكون عظم لغايه سن ال 30 سنه. يعني ده الريزرفوار او اللي احنا عظمنا يتكون من اول ما تتولدي لغايه 30 سنه تفضلي تكوني في عظم وتبني عظمك. بعد ال 30 يبتدي شويه شويه يقل. كويس؟ تمام. ايه الحاجات بقى اللي تخليه يقل زياده عن اي حد تاني؟ برضو نمره واحد التدخين. نمره اتنين الحاجات الصودا والحاجات دي. نمره ثلاثه قله التمرين وقله الاكسرسايز. قله التمرين ولازم الناس تتمرن لما تيجي عشان تبني عظمها لازم تبقى بوزن. يعني كل ما تدي وزن وانت بتتمرني يعني الناس بتمشي بتقل او حديد او حاجه. استاذ حضرتك معايا تليفون. الو 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 ايوه يا استاذه نوره. استاذه نوره سامعينك. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت اكلم الدكتور. مع حضرتك يا فندم. لو سمحت يا دكتور انا عندي 30 سنه وعندي السكر. ايوه يا فندم. بلاقي في مناطق في جسمي بتطلع صهد جامد ومناطق متلجه جدا. ايوه. بقاله قد ايه السكر عندك من وانت عندك كام سنه؟ بقالي 5 سنين كده. طيب يعني ده سكر من الدرجه الثانيه. طيب هل المناطق الطرفيه هي اللي بتبقى متلجه ولا لا؟ انا عندي يعني وشي يبقى مصهب. ايوه. ويعني وفوق الفخدين كده هو اللي متلج قوي. حتى لو قعدت تحت البطانيه لمده طويله قوي يعني لو قعدت 10 ساعات حتى تحت البطانيه مفيش فايده. ورحت قلت لدكتور السكر قال لي لا دي ملهاش علاقه بالسكر. طيب وهل عملتي اي تحاليل غير السكر؟ لا انا ما بعملش تحاليل الا مثلا يعني وظايف كلى وظايف كبد عشان هو قال لي السكر لازم تعملي له كل سنه كده. لا محتاجين نعمل شويه تحاليل زياده بالنسبه للغده الدرقيه والفوق الدرقيه. محتاجين نعمل لها تحاليل. الغده وبتطلع كويسه كل حاجه كويسه. هو السكر بس اللي عندي يعني التراكم اللي بيبقى عالي. هو الفطر والصايم بيبقى كويس بس التراكم اللي بيبقى عالي. طيب لازم حضرتك تظبطي سكرك عشان الحاجات دي ممكن تاثر عليكي اكتر. وحاجات تانية بتبقى متلجه. الموضوع دوت من وانا بنت اصلا يعني مش من قريب ولا حاجه. لا يعني لازم حضرتك نرجع نبص على السكر بتاعك مظبوط ونشوف تدفق الدم كويس ولا لا علشان نقدر نعرف هل ده نتيجه السكر ولا نتيجه الدم ما بيوصلش كويس للاطراف. شكرا كتير لاتصالك يا استاذ نور. هو فعلا يا دكتور بعض الناس بيبقى طبيعه الجسم كويسه جدا بس تلاقي اللي هي الاماكن دي متلجه. ايوه ما ده نتيجه الدم مش واضح. الو معانا اتصال. الو ايوه ايوه استاذه فاطمه. اهلا ازيك يا ام هدى عامله ايه؟ ربنا يخليك يا فندم. فاطمه من اسوان. اهلا وسهلا شرفتينا. عامله ايه؟ ممكن اكلم الدكتور؟ اه اتفضلي معاكي. اتفضلي يا فندم معاكي. بس عارف. اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا ست الكل؟ حضرتك انا معايا انا عندي 60 سنه. ايوه. وتقريبا عندي خشونه في يعني بحس بركبتي بتعمل صوت كده. ايوه. هل معاها وجع ولا صوت بس؟ لا يعني مش قوي يعني. ماشي اتفضلي. مش قوي يعني. وزنك عالي ولا كويس؟ لا وزني كان كبير بس نزلت. طب ده كويس ما دام نزلتي ده حاجه كويسه. اه بقيت تعين. كنت فوق ال 100 يعني. طب كويس وصلتي لكام دلوقتي؟ وعندي السكر وزني بقى 90. حلو برضه يعني مش وحش احسن من فوق ال 100. كده وقعت على ركبتي الثانيه حصل لي كسر كده تحت الصابونه بالظبط. ايوه.
فالدكتور اداني علاج بقى ومش عارفه ايه، وخايفه والله يعني، هو الجرح خايفه على الجرح ده على البتاع ده يعني كسر. انت لسه الجرح موجود؟ لا مفيش جرح، هو كسر البطين تحت الصابونه كده ايوه. بس يا دكتور. عايزه شوف يعني عندنا خشونه جامده، طيب ما الخشونة دي لها علاج وعامل لي دعاء، ناخده؟ ما هو عامل لي دعاء ما قال لي ما ينفعش يعني الجبس وكده. قال لك ما ينفعش جبس ليه؟ اه ما ينفعش يعني الجبس وكده، فعامل لي دعاء، دعاء مرضتها في رجلي يعني. بقالك قد ايه مكسورة؟ آه من الاثنين 8 ايام، من هذا 9 يا دكتور بالظبط، 9 ايام. 9 ايام بس؟ اه طب والكسر في مكانه؟ ايه الكسر في مكانه؟ مكانه، لا حاسه بالورم خف شويه الحمد لله. طب الحمد لله. ما ده بس يعني اهم حاجه تلتزمي بالكلام الدكتور اللي قاله لك. لا ملتزمه، بس على ممكن اقول اسم الدواء يعني الحقن؟ ايوه كيتولاك كمدين. ايه ده؟ كيتولاك. في ايه؟ كيتولاك. كيتولاك؟ لا مش محتاجين، ما تاخديش حقن بزياده. لا لا مش هاخد زياده، ما هو قال لي خدي علبتين وخلاص لا كتير واديني برضو تاني. علبتين، الدواء ده كتير عليه علبتين، ده اقصى قدر له 5 ايام، ده لا ما اقصى هو انا حاجه. لا مؤاخذة، هتلاقي مكتوب في النشره بتاعت الدواء ده بالذات ان لا ما هو تاخدوش قال اكتر من لي 5 ايام. بس اه قال لي يا دكتور، لا يا فندم حضرتك ما تاخديوش اكتر من 5 ايام بس. قال لي لو حاسه بوجع، هو قال لي لو حاسه بوجع يعني قرري. برضو يا ست الكل، عشان الدواء ده بيأثر على الكلى، فما تاخديهوش اكتر من 5 ايام، او تاخديه بس يا متفرق دكتور يعني كل ما تحسي بوجع كل اسبوع اسبوعين تاخدي حقنة. ماشي. طيب، هو ممكن الدكتور يكمل بقية عشان الوقت بس؟ اتفضلي يا فندم. ماشي، ميرسي كتير ليكي يا أستاذة فاطمة. آه طيب، آه يا دكتور، بعض الأشخاص بيجيلها الكانسر في العمود الفقري، صح. ده بيبقى بيجيبهم سرير خالص، نتعامل معاهم ازاي؟ أو هو يتعامل ازاي؟ على حسب نوع الكانسر اللي موجود، تمام. في انواع الكانسر كثيره جدا، على حسب النوع احنا بنتعامل. في انواع بتبقى ثانويات. يعني ايه ثانويات؟ يعني الكانسر الرئيسي مثلا في الصدر او في الرئه او في البروستاتا، وده بيبعت اكتر للعمود الفقري، تمام. فده بيتعامل زي الكانسر البرايمري بتاعه يعني الاولي بتاعه، يعني نفس العلاج. لو بياخد علاج كيماوي هياخد علاج كيماوي، لو بياخد علاج اشعاعي هياخد علاج اشعاعي، علشان ده ثانوي من الاولي بتاعه. في كانسر ثانيه بتطلع من الاول في العمود الفقري، تمام. دي الاورام دي بناخد منها عينه، ولما بناخد العينه بنحللها، وعلى حسب التحليل بنقدر نقول ايه احسن علاج لهذا الكانسر. آلام العمود الفقري والديسك، بعض الناس ممكن تلجأ تقول ان انا اعمل العملية اللي هي بتاعة الانزلاق الغضروفي، وبعض الناس بتبدأ اللي هي بالآلة او الأداة تبدأ تمشي على المنطقة. في حضرتك مع ايه بالظبط، والدنيا بتمشي ازاي معاهم؟ بص، بالنسبة لآلام العمود الفقري مفيش حد، ما بي 80% من الناس لازم يشتكوا من آلام في ظهرهم، بالظبط. لازم كتير جدا 30% منهم بيبقى عندهم ديسكات. كويس. هل مدى تأثير هذا الديسك اللي موجود او الغضروف اللي موجود ده قد ايه؟ يعني في غضروف ما ألم بس، في غضروف بيبقى ضاغط شويه على العصب، على حسب ضغطته على العصب وكبره احنا بنتعامل معاه. ايه اللي بيشخص الكلام؟ اتصال. الو الو، شوف الحلقه مهمه. ايوه الو. ايوه الو، اتفضلي معاكي. بحب حضرتك جدا، ربنا يخليك. بحب حضرتك جدا، ربنا يخليك، واحنا كمان بنحبك. ممكن توطي بس صوت التلفزيون؟ ممكن توطي صوت التلفزيون؟ ماشي. هي واضح انها وطت صوت التلفزيون وقفلت. واختفت. انت معانا؟ استاذة نورة. طب مستنين تليفونك يا استاذة نورة، اتفضلي. فعلى حسب السيمبتومز والساينز، يعني الاعراض بتاعت المريض، بنبتدي نتدخل. اول حاجه لو دي اول مره تحصل له، واول
مدى تأثرها على الأعصاب بتاعت إيديه أو رجليه مع الغضروف ده. ممكن يحصل في الرقبة، ممكن يحصل في القفص الصدري، في فقرات الصدر، ممكن يحصل في الفقرات القطنية تحت. فعلى حسب هو فين هيأثر على إيه. في ساعات مضطر حضرتك تلجأي للعملية على طول لو الغضروف ده ضاغط على مثلا الأعصاب اللي بتأثر بس على نسبة المثانة. نجاحها يا دكتور بتبقى ضعيفة، نسبة النجاح بتبقى ضعيفة. لا يا فندم مش ضعيفة، ده مش ضعيفة لا خالص. كان نجاح زمان عالي. اللي كان بيعمل العملية دي كان لا قدر الله بيحصل له شلل لا يا قرايه. فندم لا، الكلام ده مش مظبوط. مش مظبوط. لا يعني اللي بتحصل ممكن طبعا يحصل شلل، ممكن، بس قد ايه في المية؟ نص في المية، ربع في المية؟ فيعني ما، والعملية دي بتتعمل كل يوم يعني مش اقل من 5 6 عمليات في اليوم في المستشفى اللي انا فيها ديسكات. وبعدين في طرق دلوقتي كتير جدا لعلاج الديسك، منها انك بالحقن، منها بالتبخير، منها بالفتحه، منها بالميكروسكوب. ففي حاجات كتير جدا وكلها حاجات ابسط من ما بتتخيلي. يعني في حاجات العيان مش محتاج حتى ينام علشان يعمل العمليه، بيتعمل بنج موضعي. لو وقفت كتير بتعب، لو مشيت كتير بتعب، بتبقى في مشكلة في القطنية والعجزية. هو انا بتكلم على اللسان مش انا اللي بتعب بس انا بتكلم على اللسان بس. ده بيبقى ايه؟ ده برضو له اسباب كتير. اولها ضعف، ضعف عضلات. ان البني ادم مش متعود ان هو يقف كتير، ان هو يعمل مجهود. الناس ما بتتمرنش، الناس ما بتمشيش، ما بتعومش اقل حاجه يعني. مفيش وقت يا دكتور. ما هو مفيش وقت، ما انت بعد كده هتضيعي الوقت اللي انت بتستثمريه في شغلك وما بتعمليش اي رياضه، هتضيعيه بعد كده انك تتعبي فتقعدي في البيت برضه. اكتر الالعاب مؤلمه جدا للجسم كله السكواش والتنس. اكيد اكيد، علشان الحركه فيها عاليه. بالظبط. بس في حاجات اقوى من كده بكتير، يعني زي الجودو، زي الكاراتيه، زي تايكوندو، في حاجات بس. يعني ما زي الهند. انا معاك، بس السكواش والتنس انت بالمضرب بتجيب اقصى ما عندك، فاللي هو تحس بعديها ان انا جسمي خلاص. علشان برضو ما بتتمرنيش. يعني انت لو اتمرنتي امال ابطال العالم دول بيعملوا ايه؟ ما بيتمرن كل يوم 4 5 ساعات، بيوصل لبعد كده ان هو كانه عادي، هو هي دي ده اليوم العادي بتاعه. ولا بيحس باي اوجاع خالص. طيب دكتور معلش نرجع لهشاشه العظام. هو انا في حاجه كده الاول، انا امتى اروح اقيس نسبه الكالسيوم في جسمي؟ بعد كست وكبعد الحمل وبعد الولاده المفروض بعد انقطاع الطمس. تمام. وبنقيسها ازاي؟ هي احسن طريقه العالميه دلوقتي اللي هو حاجه اسمها الدكسا. الدكسا ده قياس هشاشه العظام. بتتقاس باشعه عاديه وبتبين الهشاشه، نسبه كثافه العظام في الرسغ وفي الظهر وفي عظمه الفخذ. دي الهشاشه. دي الهشاشه. طيب لو انا عايزه اطمن على اولادي مثلا اقيس لهم كالسيوم ولا ده حاجه مش بالنسبه للاولاد؟ الاولاد لحد سن 15 14 سنه بيحصل لهم حاجه اسمها لين عظام لو عظامهم ضعيفه. كويس. ده بنقيس نسبه الكالسيوم ونسبه الفوسفورس ونسبه الالكالين فوسفاتيز. هم دول الثلاث حاجات اللي بيبينوا لنا هل في لين عظام او لا. ده تحليل دم. ده تحليل دم. تمام. طيب بالنسبه بقى لحضرتك زي ما كنت بتقول حضرتك اصابات ملاعب. ايوه موضوع بقى الكسر الكتير في الملاعب وفي الرياضه، لما مثلا اللاعب يتكسر كذا مره في ايده وبتكون حد صغير مش حد كبير، ده هيأثر معاها بعد كده مثلا لما تكبر او معاها لو 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 الكسر رجع في مكانه كويس ولحم كويس ولا كان في اي حاجه، ولو رجع في نفس الايد بس في مكان تاني برضه ولا كان في اي حاجه. تمام. طب المفروض بقى اللاعب مثلا او اللاعبه ليهم حاجات معينه اكتر من الشخص العادي اللي ما أكيد. بيلعبش رياضه؟ اكيد طبعا. ايه اللي المفروض اعمله؟ اولا التاهيل بتاعهم، التغذيه بتاعتهم مهمه جدا. في دلوقتي برامج تغذيه لكل لعبه غير التانيه. يعني الناس اللي بتلعب سباحه غير اللي بيلعبوا تايكوندو او جودو، غير اللي بيلعبوا سكواش، كل حاجه لها الستايل بتاعها في الاكل. طيب الالعاب اللي هي ليها كسرات متكرره، اي لعبه ممكن اي لعبه ممكن يبقى لها كسرات متعدده. اي لعبه على حسب الشخص ده بيقع ازاي، على حسب الوقعه. بالظبط.
يعني قصدي ازود حاجه، مفيش اي حاجه، ازود البان، ازود فاكهه معينه. دي ده حاجه روتين الناس، روتين لازم تاكل مظبوط، وتبعد اكثر البعد عن المكملات الغذائيه الادويه على قد ما نقدر. الادويه دي احنا دلوقتي شايفين انها بتزود لنا نسبه كالسيوم، نسبه المغنيسيوم، نسبه كل الحاجات دي بتزودها، صح؟ طبعا. بس الكبسولات دي معموله من مواد كيماويه، محدش يعرف ضرر المواد الكيماويه دي ايه، وخصوصا هم بعد صغيرين. 15 سنه، 20 سنه، 30 سنه، محدش عارف. تمام. طيب مش بيلعب العاب رياضيه، ولكن مع اي خبطه حتى لو صباع اتخبط في رجل الكرسي او اي حاجه كسر يجيلي. بعدين بنعمل ايه؟ لو حد داس على رجله غلط لا قدر الله بيحصل كسر. ما هي دي الناس ده اللي عندها هشاشه فعلا. يا نهار ابيض. بتتكلمي على مين بقى؟ مش عارفه. بتتكلم على نفسها. كده توقفي ذوقي على ورا. بجد؟ اه والله. طب مش بشرب بيبسي اصلا. ماشي، مش لازم. بتشربي البان؟ اه بشرب لبن. طيب وباكل جبن، انواع الجبن كلها. طب ده كويس، بس يعني على حسب برضو الاصابه عامله ازاي. يعني مش اي، يعني ممكن اصابه بالنسبه لحد تبقى بسيطه، وبالنسبه لك انت ضعيف. وبعدين هي ندى بسكوته شويه، فممكن اقل حاجه. بشرتني يا دكتور. طيب احيانا من كتر الكتابه او المذاكره كتير بيحصل لبعض الطلبه في هنا وجع، او تحس ان الايد بتقف مره واحده، وهنا بيبقى فيه ألم. ده بيبقى نتيجه ايه بقى؟ ده بيبقى نتيجه ان الناس وهي بتذاكر بتفضل سند ايدها على الترابيزه. ففي عصب بيبقى موجود في الايد. العصب ده كتير قوي بيحصل التهاب، فيعمل الاوجاع دي. طب والتنميل والايد ما نايمه؟ هو ده، ما هو نفس الحكايه. لو الواحد نايم ايده بتنمل، ما هي برضه نفس الحكايه. علشان تقريبا نمت على ناحيه معينه فتره ممكن طويله نمت شويه، نمت على ناحيه اكتر. او الرزق زانق العصب عشان الايد مثنيه فيعمل التنميل ده. طيب كلمني عن ضمور العضلات. اكلمك ازاي عن ضمور العضلات؟ عايزه اعرف عنه علاجه. يعني بعض الناس بيبقى عندها مشاكل كتيره جدا في ضمور العضلات. ضمور العضلات ده بيحصل نتيجه ان العضلات مش شغاله. ايه اللي مش مشغل العضلات؟ أيوه. حاجات كتيره جدا. يا اما معانا اتصال. اتفضل. الو. صوره. ايوه يا استاذه هاجر. يا حضرتك. الحمد لله، ربنا يخليك. ازيك انت؟ بقول لحضرتك انا عايز اسال الدكتوره على حاجه. اتفضلي. انت كام سنه اصلا الاول؟ 13. ما شاء الله. اسألي. 15. اتفضلي يا هاجر. انا شعري ما بيطول. طيب هو ايه اللي جاب سيرة الشعر مع دكتور عظام؟ احنا معانا دكتور عظام، يعني لو ايدك بتوجعك، ظهرك بيوجعك، رجلك بتوجعك، لكن بعيدا تماما عن موضوع الشعر والبشرة. ميرسي كتير لاتصالك. بنعتذر يا دكتور. لا اتفضلي يا فندم. تمام. ايه ضمور العضلات؟ فزي ما قلت لك ان ضمور العضلات له اسباب كتيره، من ضمنها اول حاجه ان الناس ما بتلعبش، ما بتقويش نفسها. دي حاجه. ده نمره اتنين، ان العصب اللي بيوصل لهذه المنطقه مش شغال. نمره تلاته، الناس لو مثلا متجبسه، رجلك متجبسه، بيحصل على طول فيها ضمور العضلات نتيجه انها مش شغاله. عشان كده بعد ما نفك الجبس مثلا او الجبيه لازم نلجا للعلاج الطبيعي. بالظبط كده. صح كده؟ طيب الروماتويد ماله؟ انت عماله تلففيني. مش عارفه. عايزه مش النهارده عظام بقى، فاحنا بنسال عظام. انا جاي اتكلم في نقطه. طب ماشي يا دكتور اتفضل. اكمل اقول عايزه ايه عن الروماتويد؟ بعض الناس بتشتكي جدا من الروماتويد. الروماتويد ده مرض مناعي. ده الجسم بيطلع مضادات ضد نفسه. يعني ايه؟ يعني الجسم بيكتشف ان في المفاصل في خلايا، الخلايا دي الجسم شايفها انها من بره. تمام. ده كده بكل بساطه. فيبتدي ايه؟ يهاجمها. تمام. فيبتدي ياكل المفصل ده.
فالمفصل ده يبتدي يبوظ ويبتدي الاول اوجاع ثم لحد ما المفصل ما يبقاش موجود. تمام. يختفي. طيب دكتور، احنا الاطفال دلوقتي مش بالسهل يشربوا لبن، مش بالسهل ياكلوا زبادي، فبقينا مثلا نحط مثلا شوكولا كاكاو مع اللبن، نسكافيه مع اللبن. سمعت بعد كده ان الحاجات دي كاني ولا بديله لبن ولا اي حاجه، يعني كانه ما بيستفادش الاستفاده الكامله بكوبايه اللبن لما احط عليها نسكافيه، لما احط عليها كاكاو. انا كنت بعمل مثلا عصير مانجا وبحط عليه لبن، ده فيه دكتور قال لي لا كانك ما بيعملش حاجه، لازم اللبن لبن. لا مش لازم باللبن، لا ممكن طبعا تحطي الحاجات دي. تمام. بس الايفكت ما بيبقاش زي الطبيعي. طب يعني مثلا لو كوبايه اللبن صافيه قد ايه الطبيعي بتاعنا ناخدها؟ يعني هستفاد بنسبه 100%. يعني لو انت اخذتي الشوكولاته يعني لو حطيت بقى معلقه كاكاو ومعلقه نسكافيه هتستفيدي 80% 70%، يعني برضو هيستفادوا. هيستفاد طبعا. مش اللبن بقى هيفصل خالص، علشان اللبن فيه مكونات كتيره جدا مش بس كالسيوم، في مكونات كتيره جدا. الحاجه الوحيده اللي اللبن ما يستفادش منها لما تحطي لبن بالشاي، شاي باللبن. الشاي صح. دي الحاجه الوحيده اللي بتقلل الكالسيوم، امتصاص الكالسيوم خالص. هذا المشروب الاساسي للناس لمصر كلها. بس بس فعلا يعني الحاجه الشاي باللبن كانك انت التانيك اسيد اللي بيطلع من الشاي بيتحد مع الكالسيوم فيوقف امتصاص الكالسيوم. ما استفدتش بكوبايه اللبن. بالظبط. صح. ايه تاني من الفاكهه انا اقدر استفاد منها استفاده جامده؟ موز تقريبا صح كده. الموز فيه كالسيوم كالسيوم وبوتاسيوم. الناتس كلها، كل انواع المكسرات برضه فيها كالسيوم. صح كده. المكسرات بالذات اللوز. اللوز بعض الدكاتره اللي هي معديه سن 60 او 70 سنه، الدكاتره اللي هي الاقسام في الجامعه بيبقى عندهم على المكتب بتاعهم ترابيزه فيها لوز. ما هي الصبح بياخد كذا، بعد في البريك بياخد كذا. اشمعنى فعلا؟ ما عشان اللوز فيه نسبه كالسيوم عاليه وكمان بيساعد على التخسيس برضه. اللوز بصي التخسيس يعني ما لا طبعا لو 7 حبات لوز الصبح صح، بس عشان الكالسيوم مش عشان لو اخدتي لوز بزياده ده مش بيساعدش على التخسيس خالص. بس اللوز تحس يا دكتور هو مش مستحب عند بعض الناس زي مثلا الكاجو والفستق. طب ده امزجه. صح. دي امزجه. طب هل مثلا الكاجو والفستق فيه نسبه برضو زي اللوز؟ لا مش زي اللوز. ازاي؟ وموزه كل يوم الصبح. صح. صح كده؟ انا سمعتها من حد كبير في السن قال لي انا من زمان قوي معود نفسي كل يوم الصبح لازم موزه. اصل الموز فيه كميه بوتاسيوم كويسه وكميه كالسيوم كويسه. فيعني وحديد طبعا. ما عشان كده بيسود. طيب دكتور بيحسن البشره كمان على فكره. لو انا ما بلعبش رياضه وعظمي تعبني وعظمي وجعني وركبي وجعاني، لو انا جيت فكرت ان انا انزل بقى العب رياضه عشان احسن من امشي على الاقل نص ساعه في اليوم، هيأثر معايا ولا خلاص بقى المرحله دي عدت؟ لا 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 هيأثر كويس جدا، مفيش حاجه عدت. لكن الاجهزه في الجيم ما يستحسنش وانا مثلا عندي اجهزه. ايه نوع اجهزه؟ يعني التريدميل مفيش مشكله منه. الاجهزه الحديد والكلام ده كويسه، بس لما تكوني اهلتي نفسك انك انت تستخدمي هذه الحاجات. انا قصدي ان كان في ناس بتقول ما بستخدمش العجله لانها وانا راجل وجعاني مثلا. بالظبط. صح كده. العجله طبعا عشان خصوصا الناس اللي عندها خشونه في الركبه بتتعبهم اكتر، بتتعب طبعا من العجله. اي حاجه فيها تانيات اكتر من 90 درجه لازم هتتعب. عشان انت بتزودي المجهود على الركبه. تمام. هو يا دكتور ممكن الناس تحرق في الركبه بقى يعني نتيجة خشونة الركبة، حقن الركبة؟ في طبعا. ده اللي هو بقى بيفصل البلازما مثلا وبياخد منها ولا بيبقى حقن؟ في كذا طريقة للحقن. في الأول كان زمان كنا بنحقن كورتيزون دايركت. بس طبعا الكورتيزون ده مع الناس اللي عندها سكر ما كانش ينفع نحقنه. فابتدينا نتجه إلى حاجة اسمها هاليورونيك أسيد اللي هو الزيت. نفس الزيت اللي بيعمل ليونة للركبة بيستخلصوه وبيحقنوه تاني في ركب الناس اللي عندها خشونه. بيتحقن مره كل سنه. لو الناس مرتاحه ممكن كل سنتين ثلاثه، وممكن مع ناس ما تجيبش معاهم اي نتيجه. يعني تحقنيه وكانك ما حقنتيش حاجه، بس ميزته انك انت ما حصلكيش اي سايد افكتس منه،
مفيش اي مشاكل منه خالص. طلعنا دلوقتي البلازما ايه؟ امتى الجا للحقن؟ لو جربت العلاج ومش جايب نتيجه. طيب انا عندي سؤالين. الشوكه اللي بتيجي في الكاحل دي بتيجي نتيجه ايه؟ دي بتيجي نتيجه التهاب في الاوتار بتاعت الكاحل. كتير ناس بيفتكروا ان هي ممكن تيجي نتيجه زياده اليوريك اسيد. في نسبه منها بتيجي نتيجه اليوريك اسيد بس نسبه قليله جدا. ويبقى العيان معروف ان هو عنده نقرس. تمام. فممكن نقول بس ثلاث ارباع الناس بتيجي نتيجه التهاب في منبت الكحل. نتيجه بقى الوزن، نتيجه الجزم اللي مش مريحه، نتيجه الوقوف فترات طويله، نتيجه المشي على ارض ناشفه، نتيجه لبس حاجات فلات قوي على طول. هي دي الاسباب بتاعتها. يعني احنا المفروض ما نلبسش فلات دايما؟ لا بالظبط كده. سؤالك التاني مش عارف. لا حته فلات دايما دي يعني دايما الواحد لما بيجي بيلبس هيلز يقول لك لا ما تلبسش هيلز البس فلات. لا بالنسبه لدي لا. انت بتريحي الكعب. بالنسبه لدي لا. معنى كده ان السؤال اللي سالته ندى مع الناس دي بس يعني. مع الناس يعني مثلا انا ما عنديش الكلام ده يبقى انا البس عادي. عادي زي ما انت عايزه. طب زي ما انا عايزه. لكن مع الناس دي ما بس ما عندكيش كده خلاص مش هتلبسي كده. طيب ليه لما كندا مثلا لما باجي بلبس هيلز مش بيبقى عالي قوي بس مجرد ما بلبسه الانكل من هنا بيبدا يعمل تراك تراك طرقعه بوجع بيبقى في البدايه بوجع بس بعد كده بتبقى طرقعه اللي هي يا دكتور تحس ان الخياره بتتقطم بتبقى على كل شويه بقى وانت ماشي تلاقي كده. ده نتيجه ان الاوتار بتاعتك مش مقويه. مش مقويه. عايزه تقوي نفسك شويه. بس تعمل ايه عشان تقوي نفسك؟ تمشي. بمشي. هفضل اقول لك تمشي دي بمشي كتير والله. لازم هي كده احسن حاجه. بمشي كتير. يعني بس تقوية على العضلات والمشي هي دي اكتر حاجه تحسن لك كل الترقعه والحاجات اللي بتحصل في المفاصل دي. طب ولو هو بيمشي فعلا؟ يمشي اكتر. يمشي اكتر. يمشي اكتر. روحي للدكتور العادي. طيب دكتور احنا حضرتك بتقول ان الجسم بيتمني من واحنا بيبي لحد ال 30 بعد كده بدايه يعني ما بيتبنيش هو بالعكس خلاص كده بيقل. طب انا جيت بعد ال 30 وحسيت ان انا مش قادره حسيت ان انا عظمي مش كويس وجسمي مش كويس انا لو انا خدت كالسيوم واخدت ادويه وعملت عظمي هيبدا يتبني؟ هيتبني بس هياخد وقت اطول بكتير. يعني هيتبني مش اللي هو خلاص بقى عدت المرحله فما في ناس تبقى دخلت في هشاشه وبقوم مشخصه انها هشاشه ومع العلاجات اللي احنا بنديها بتبتدي تقل شويه بشويه بس بتاخد سنين. مش موضوع اللي هي هتاخدي قرص وتبقي كويسه لا سنين سنين طبعا. سؤالي تاني والاخير بالنسبه لي بيبقى مثلا في سن ال 30 او سن ال 20 هو طبيعي يعني جسمه مفروض باجي بقى بعدي ال 30 40 بحس ان هو بيقصر وظهره بيحس ان في انحناء بيحصل. صح. ده نتيجه الهشاشه ان تبتدي العظام الفقرات بتاعه الظهر تبتدي تنكمش. فيبتدي البني ادم يقصر وظهره يلف. طيب لو هي او هو سنهم مثلا 20 سنه بس نتيجه بقى ايام المدرسه قبل كده كان مثلا الشنطه فكانت بتاثر على ظهره فبدا ان هو ظهره اخذ الوضع ده وكل ما بيجي بيقعد مش بيتفرد. دي حاجه تانية. ده بيبقى مش ملوش دعوه بان الشنطه ومش الشنطه. ده بيبقى له دعوه بان نفس الظهر بيحصل فيه تقوس وده حاجه جينيه. جينيه ده جين. في ناس بيحصل لهم بالذات اكتر في الستات برضو بيحصل ان ظهرهم يبقى على زي حرف اس كده فيبتدي يقوس شويه. فاحنا دايما بنقول افرد ظهرك وانت قاعد افرد ظهرك. كل ما هتعملي كده كل ما يكون احسن بس دي ناس حتى لو قلت لهم يفرد ظهرهم مش هيعرفوا. طب حلها ايه؟ ملهاش حل. لا حلها رياضه برضو. حلها ان هي لا فوق يعني لو ابتدت التقويسه دي تبقى زياده عن 35 درجه دي بنقيسها. بنحتاج ممكن تحتاج عمليه عشان ترجعي تفرديه تاني. بس اهم لو هو صغير خالص ولسه ما اكتملش نموه بنلبس حزام فايبر بحيث ان هو يفضل مثبت الظهر ان هو ما يلفش. يا نهار ابيض.
يعني تقريبا الشعب المصري كله عنده عادات غلط بيعملها، فدي بتأثر عليه في حاجات كتير تقريبا. هي كمان طلعنا من المدرسة ودخلنا في الشغل، قعدة المكتب نفسها، قعدة اللاب، والفقرات، كل الحاجات دي مفروض وقائيا الواحد يبقى واخد باله. وفي يعني في كل دول العالم الناس بره في ناس مخصوصة لكل قعدة ولكل واقفة لكل واحد بيشتغل. طبعا. ودي يعني وهو ده اللي بيخلي الناس تفضل بصحة وبيعيشوا اوقاته طويل وبيعيشوا اكتر طبعا. كل ما بتبقى صحتك احسن كل ما بتعيش اكتر، ما بياخدوش كيميائي اي حاجه فعلا، مواد كيميائيه. طيب دكتور، نقول مثلا الست الحامل، ارشادات، نصايح. نصايح، اول حاجه تهتم باكلها، تاني حاجه تهتم بالرياضه، مهم قوي المشي بالذات فتره طبعا ده بعد الرجوع للطبيب بتاعها، ان هي عشان في ناس ما ينفعش تتحرك بزياده. تالت حاجه تقلل الحاجات، الاكل المحفوظ والحاجات اللي فيها صودا، وتبعد عن التدخين. طب هو ليه يا دكتور عندنا هنا في مصر احنا لما نعرف ان انا حامل مثلا، انا مش قايمه، انا مش نازله من البيت، انا مش قايمه من على السرير، لا ده انا حامل، دي كلها بره بقى، دي كلها معتقدات. بيمارسوا الرياضه وبيعملوا دي معتقدات. دي معتقدات ان الواحده الحامل لازم تقعد علشان تثبت الحمل. وحتى لو الحبل ثابت حملك تمام ومفيش اي حاجه، مفيش انا حامل يا جماعه قدروا اللي انا فيه. لكن بره بنشوف مثلا، لا عادي بيعيشوا حياتهم عادي لحد قبل الولاده بيوم، فيديوهات بطنها قد كده وهي بتلعب وبتجري وبتعمل كل حاجه خالص، ده الطبيعي. يعني واحنا عندنا مش كل الناس كده برضه، يعني تلاقي تتفرجي في الفلاحين والحتت دي بتلاقي الناس لا بتنزل تشتغل لغايه اخر لحظه وبتولد في الغيط. احنا عندنا البندر يا دكتور، ده بندر بالنسبه لهم الفافي بتاعهم اصلا. طب يعني حضرتك ما فيش حاجه تنفي ان انا العب رياضه وانا حامل؟ لا خالص، ما عدا هي حتى المشي دي هتبقى حاجه بالعكس، انا كده بحرك عرض عضله الرياضات العنيفه. لا انا بقول حتى لو مشي، لا مشي على الاقل، مشي ده لازم، على الاقل مشي ده هيظبط حاجات كتير بعد كده حتى طب. في الولاده نفسها. طب طيب خلصنا من الحامل، حملنا وخلاص، نعمل ايه؟ نعمل ايه بعد الولاده بقى؟ بص اهم حاجه زي ما قلت لك ناكل كويس، وده للناس كلها، ناكل كويس، نبعد عن التدخين، نبعد عن الصودا، الحاجات الصودا، نلعب رياضه. نبعد عن التدخين ازاي يا دكتور؟ احنا دلوقتي بقينا يعني الكافيهات بنات وولاد وقاعدين وبيشربوا سجاير وشيش والدنيا بقت، طب يعني فما فيش بنبعد عن التدخين. لو انا قاعده في مكان انا ما بشربش حاجه انا خلاص خدت. حاولي الناس تروح. سؤالي يا دكتور بقى بالنسبه الام وهي حامل، الحمل بيأثر على ظهرها طبيعي عشان الوزن بيزيد، فتحس ان هي راجعه، العضلات اللي بتشيل الوزن ده بتبقى اضعف من الطبيعي. بس فده طبيعي. تمام. طيب عندنا سؤال تاني، انا تقريبا سالت كل الاسئله. طيب تمام يا دكتور، احنا دلوقتي الولد ما تاسستش كويس او البنت ما تاسستش كويس، ابدا اسس ازاي لما يكبر شويه؟ خلاص هو مش عايز، انا يعني دلوقتي مش عارفه اسيطر على الولد او اسيطر على البنت ان انا اشربهم كوبايه لبن او احط حاجه فيها، ودلوقتي 2 في 1 و3 في واحد والكلام ده كله، وانا عارفه ان الكلام ده غلط. لا الكلام ده ملوش اي. طب اسس بادويه بقى ما دام مش نافع معاهم موضوع الطبيعي؟ لازم ترجعي للطبيعي اكتر حاجه، يعني انك انت تحاولي زي ما انت قلتي لبن تحطي عليه شوكولاته، الاكل تعملي اكلات كلها فيها حاجات مغذيه اكثر بكثره. تمام. لو بقى ما حسيتش ان انا بدي اللي انا المفروض اديله، يبقى انا الجا للبراشيم بقى والادويه. ده اخر حاجه. اخر حاجه. تمام. احنا طبعا مش عارفين نقول لحضرتك، احنا استفاده جامده جدا النهارده بالحلقه، واكيد الناس اللي اتصلت والناس اللي بتشوفنا دلوقتي برضو استفادت معانا بالحلقه. صح يا ندى؟ استفدت. اكيد طبعا. يعني جينا نقطع كشف. ماشي يا دكتور، انت شرفتنا جدا النهارده وميرسي لحضرتك. ميرسي يا فندم. نختم حلقتنا ونشوف ان شاء الله الاسبوع اللي جاي ويكون معانا ايه. استنونا 3 زي دلوقتي قبل دلوقتي بساعه. مع السلامه.